حاكم مرة ثانية دارك سولز، كما نقول بسم الله. طبعا قلت لكم سويت طريقة المية السهم على التنين وخديله. الحين كمل بالاختصار، الحين اخذنا اقوى سلاح الحين باللعبة كبداية فقط، بس بعدين في اسلحة اقوى منه. حاليا وخر الدرع لاني ما مستخدمه هنا، ويلا خلنا نستمر. شلون هو قوي هذا سبب لهم 200 وشوي دامج. شوف شوي، شوف الدامج السخيف اللي يسويه. تشلون؟ ليه لا؟ في خبر بونفاير فوق، خل نروح ناخذه. خلينا ننفخ النار. صبرك شوي. عندي طريقة ثانية. خله. عشان يجي الدعس. خبره هو الحين يطير. هلا، يب يطير. أضاف نقطة الليل، كان أول يمديك تسوي زي الجليتش، ترقى فوق برج هنا، طلعت عليه بس هم تشوف يصير له جليتش ويطيح بالأرض ويموت. فنزلوا تحديث يمديك تغيره الحين. حلو، أخذنا الحين كليمور، أخذنا الحين أسلحة أكثر كويسة حاليا. يلا خلنا نستمر. اخبر هنا كوفننت، بس نحتاج فيث، نحتاج فيث. ف حاليا احنا ما احنا قادرين ندخله، اللي هي جماعة الشمس. اوه لا، نسيت اتكلم مع سلاير. سلاير هناك، روح نكلمه. خبر التنين يرجع بعدين. اوتش، اشتريتك 3 اسهم غريبة. خبر يرجع. سلير Praise the sun. لا عمل بهولو انا. لا سلاير انت رهيب. سلاير مسكين ليه؟ لانك لازم تحميه من غبائه. هو غبي بس انه غبي مفيد. هلا. لا. Why not help one another on this lonely journey? أكيد راح ساعدك. Well then, take this. خلنا white sign. We are amidst a strange being in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. We are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. سلاير رهيب. خسر يقولك انه يعني حتى الوقت هنا يعني مضروب شوي، انه صار شوف ابطال قدامى يرجعون لك هنا مره ثانيه.
لا تناظر الشمس ترى عيونك والله تنعمي بعدين يا صلير. يب يلا الحين مهمة السايد كويست حق صلير انك لازم تحميه من غبائه لانه هو يقول يدور شمسي. وها صلير قلت لك انا هو حمار بس انه حمار مفيد بدبشه وغبي بس قلبه من ذهب مثل الساين حقته اللي يتركه بالارض. خلنا نسوي ليفل اب. عطني فيتاليتي. سالت الناس من الحين بدوا يتركونه تكون سامن وراك كلهم فصخين. عفوا السؤال غلط، وراك كلهم الثانيين لابسين. في نايت هنا فوق سير نايت. شو ما شافه معني جاي الراكض لمه. شوف الدامج بالله. ورشة قلبتي كانت بط. مات. تايد نايت شانك. بالحين انك اذا قاعد تحاربهم يجدعون بلاك نايت سورد، وهذا اللي انا ببدا استخدمه ان شاء الله بتختيمي. عندك سلاح رهيب. طبعا اذا نزلت من تحت الدرج راح من تحت الجسر تجي هنا. والباب هذا يصير مقفل. الو. شوف شلون سلاح رهيب بالبداية. يب متأكد انهم بيقفلون الباب. حمار قفل الباب وعي يطلع. دقيقة خلنا متأكد من شيء. يب طب لو قلنا سوينا كذا قلع. لو حاولنا كذا واخرنا السهم نفس الكلام. يب كذا زينا. خلنا بحاول اجيب اضرب الخنزير. نحط اللورنج سكول هذه بس المكان الوحيد اللي اشوف له فائدة هنا. خلوه يجي. شو اخبارك؟ نسيت احط ال بايرومانسي. أو لا. أو. دعس 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 دعس. أحلى شيء بالبايرومانسي تعطيك سحر بس ما ياخذ مساحة. يعني حرفيا بس يد. هنا. تبن حلو. الحين لازم نجي من تحت وننتبه لان خبر في فخ هنا. ليش احب انا دارك سولز انه
تحسن ميديفل ونايت، بس بدل ما هي ميديفل ونايت بس تشوف ساموراي، تشوف فايكينجز، تشوف يعني ناس ثانيين، لأن قال الوقت خربان وكذا يعني. وليش أنا أحب بعض الحين لو اليابان أخذوا ال أستس يعني أخذوا ال إيش يسمونه، هي الوستر، الوسترن يعني كذا فانتسي، أحب أكثر لو شافوا لو استخدموها اليابانيين، فهمت علي؟ يعني لو ضبطوا الغرب أحسن تصير مرة من مرة زينة وتحسن غريبة شوي، بس أنا اليابانيين تصير غريبة مرة بشكل جميل. طحت من حفرة صغيرة، فتصير غريبة مرة بشكل جميل، فهمت علي؟ وبعدين ليش أحب دارك سوز؟ لأن أقرب شيء البرزيرك. يلا خلنا نضبطه الحين، لو قلنا كذا ممتاز ممتاز، خلنا الصول أهم شيء أخذته، ما يهم الحين طحت ولا لا. وقال مثال ان هي دائما بكل اجزاء، بكل اجزاء فروم سوفت وير لو اشتغل دائما في رفرنس البزيرك، سواء كان سيف، سواء كان ايتم، سواء كان يعني اي شيء ثاني. يعني مثلا الحين لو اخذ، ظهر عندي الريد اي، لا الحين ما اخذت الريد اي، الريد اي اورب تشبه البيهندلنت من بزيرك. رهيب السلاح صح؟ هاي تشيلد. يلا عاد ودي اروح ارن الجرس انا. مو بس انتم الوحيدين تقدرون ترنونه. المشكلة بهالسيف هذا انه ينكسر بسرعة. فالواحد لازم ينتبه ويستخدمه. احنا على اليمين وفي واحد على يساري. حلو، ارتاح السلاح، ما احصير هاك القوة بالبداية، بعدين راح يصير ضعيف، بعدين راح يصير ضعيف مرة سواء طورته او لا. المشكلة بهذا انه ما يستخدم مثلا تايد نايت شارد ولا تايد نايت شانك، يستخدم دراجون سكيل. بيسمنت كي يستخدم تاي نايت شانك، وتاي نايت شانك مو تاي نايت شانك يستخدم دراجون سكيل. دراجون سكيل ما تقدر تاخذها الا بس لما تذبح تنانين. اي الله يقويك. يلا ما احنا مستمرين من هناك، نبي نجي من هناك عشان من اليمين قدام عشان في بون فاير. واو والله اكثر الناس اللي يلعبون الحين بي في بي. جولي كوابوريشن. باي. شو الخطأ هذا توب الجرافيكس. ان شاء الله تكون موجودة، ان شاء الله تكون موجودة، ان شاء الله تكون موجودة، ان شاء الله تكون موجودة. هذا هو بلاك سميث. شارتكم موجودة، شارتكم موجودة، شارتكم موجودة. من هنا ايه موجود. شوف شلون الارض خياس، شوف شلون السعودة. حلو، معي واحد هيمانتي بيسوي هذه كيندل، لان هذه مهمة. هلا. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of a store rat. If you require smithing, then speak to me. طبعا ما يعرف هذا اللي موجود بعد من دارك سولز 3.
بصلح كل شيء. عطني الريبير تول و بس. اصبر، نزلت فيها الامبر كريست اوف استورا. هذا اللي بودينا لما كريستوفر توريس، عفوا، هذا اللي بودينا لما توريس ونحارب الذيب ذاك بالبداية. اورا طيب. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. أكيد. Pay them a little respect, hey. يعني في أسلحة يطعننك بدارك سورس بلود بورن. ف there are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. تقوي سلاح. بغيت تضغط الـ R2. طيب راح اجي لمك ما بغيت شيء. ليش احب هذه اللمسات اللي كذا يقول لي no one wants to see you go hollow؟ باختصار هذه كانهم اللي طوروا اللعبه يقولون ما يبغونك يعني تستسلم. لان كم مره قابلنا شخصيه قال none of us wants to see you go hollow. فهمت علي؟ هذه احسن لمسه رهيبه من المطورين، يقول لك يعني ما نبغاك تستسلم، استمر. هذه كذا انا احب مثلا لو المطور حق اللعبه يتكلم مع اللاعب، فهمت علي؟ يعني مو اقصد يتكلم من اقصد على تويتر يرد عليك، هذه الحاله مثلا يرد عليك بتويتر هذا شيء زين صح؟ بس لا انا اقصد انه يتكلم معك من اللعبه حقته. لا انا نطيت على الهجمه. نفس الكلام. انا غلطت. صح تذكرت الساحر هنا. try luring out. هذا هو السلاح ذا رهيب. تاي نايت شارد. هنا فاير كيبر سول. يس نقدر نزود الاستس. كم علامة سامن الحين هنا موجودة؟ بسم الله نسيتك نسيتك. الحين بيجونك ذول الحين أمة محمد. عشان كذا انا حذفت سلاحي هنا. شو شلون موتهم كلهم مرة واحدة. هذا الحين تذبحه خلاص ما يصير له ريسبون. بس بعدين باللعبة زي العادة يصير وحش عادي. ف لازم تبدا تنتبه هيومان. لا لارج. اوكي. استغربت شفت طرت شوي لقدام.
خبروه. اوه تذكرت اني بالزنزانه، ذكرته. try beating to a pulp. اذا موتته الحين راح تاخذ خاتم ورينج اوف فيفر اند بروتكشن، يزود الطاقه، يزود ستامنا، يخلي عندك الاكويبمنت لود اوت، تخليهن اخف، يمديك تتشقلب اسرع بدرع اثقل. بس انا ما ودي اذبح عشان ودي اخلص مهمته. طيب لا ياكل تبن من المساعده. اخنز هنا. يقول اوه ساعدني، من مساعدك؟ هم حبسوك هنا. دائما في شخصيات دارك سولز زي كذا ما عدا الثري. الثري ما في احد يبدا يذبح اللاعبين اللي بالمنطقه حقتك. بتو في واحد يقول لك ابيك تذبحهم، بوان في هذا يذبح شخصيه معينه. بديمن سولز نفس الكلام. بديمن سولز في واحد على كل زعيم تحاربه يبدا هو يذبح. هذا لهم كلهم جولي كوابوريشن. بس انا الحمد لله اعرف للزعيم. جود لك. اخبر سلاير هنا معهم. هذا هو سلاير. بس ما احنا مستدعين سلاير. هنا بنحارب الحين الجارجويلز. الجارجويلز بدارك سولز 3 ما اذكر فيه. ب 2 كانوا سخيفين. راح يلمح النسا يجيب طريهم. قال في شيطان تحت وهذاك اللي على الجسر والتنين. بس نسى هذولا. يلا هنحاول نقطع ذيله. اذا قطعنا ذيلنا يصير سلاح. هذا هو. شكرا. جو سخيف الحين. خلاص الحين باختصار كانك فزت لان هالزعيم هذا بس ما غير يقدر ينفخ. واو زعيم صعب صح؟ اوه هلمت توين هيومانيتي. خلاص لما تطلع ذا السيف شبه انك بالجزء البدايه يصير سهل عليك. توقعتهم يخرون بالريماستر. يلا الحين دوري انا برن الجرس. اصبروا علي. ارجع. هذا الجرس الاول رنيناه. في لاعب سمع صوت الجرس يوم رنيته. هذه احد اللمسات اللي استغرب انها مهم موجوده بالثري ولا بتو. يعني شعور يعني تشوف اللاعبين الثانيين يقدرون وانت تقول ليش هم يقدرون وانا لا. رينج ذا بيل اند تشيرش. اه صح لازم اثبت. اه نسيت. انزل. هذا هو. شو تبين اعطيك احضنك يعني؟ يعطيك العافية.
قال يتكلم كذا I am the one who come and help you. قال يتكلم كذا عطني الجستر ياب yeah well what is it هذه الجستر حق Dark Souls request absolution you have not yet sinned. اوه هذه ما هي بشينة. ما هي بشينة ذي لو اخذة. غلط. It's only human to commit a sin and help you. ولا يتكلم كذا. هذا الشيء اللي يحبه بدارك سولز انه ما في حد طيب. حتى الطيبين اشرار. تدنوا باي لحظة باي لحظة ممكن يقلبون عليك. حتى سلاير. بيبي بوي سلاير. الحين خلنا نرجع الحين الفاير لينك شراين. شلون نرجع له؟ سهلة. ننزل. نمشي على هنا. وهذا صنصير. هو ما وقع منكسر. صلحناه. ممتاز. Fire Link Shrine. الحين تحتريهم هذه الجسترز ها. لحظة منين اطفي الموشن كنترولز؟ لا ايش رايك رنيت جرس؟ Eh? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Some Blight Town. You better find a Smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. ما عليك عندي Smith box. What's wrong? Get a bit of a scare. No problem. Have a seat and get comfortable. كلنا بنموت. شفت كلنا بنموت يقول قاعد وراك خفت قاعد ارتاح بنموت احنا صايحين حالتين. How did that silly sorcerer's apprentice end up? ننهو. The one always prattling on about. اوه عرفته. He left for the undead burg but never came back. راح ننقذه. توه الحين ما قلب هولو هو. I'm not up for chatting. Leave me alone. بدي زبد لي خلاص بروح. يلا خلنا بروح الحين. شو أخبارك؟ هلا. تعرف سالفتي يوم حنا بالسجن فوق وتقول طلعني وأنا قلت لا. سامحني صح؟ لحظة شوي دقيقة بس احفظهن كلهن. سبد لي بقوة. هلا وش اخبارك انت؟ وش جابك هنا؟ طيب ويكنس كيكينج يمديك ترفس وتطيح اذا بغيت تاخذ الخاتم بس ما ودي اسويها انا. يو معصب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة دكاترة بستخدم فاير كيبر سول
هذا شكله بطيء. نفس الكلام. ممتاز يلا. لحظة شو بتأكد من الشيء؟ وين equipment بر equipment load؟ الخواتم ما ياخذون شيء ها؟ reinforce Estus. Yes. الحين Estus plus 2. ممتاز. وين كان لازم نروح بعده؟ اي صح ذكرت. اقدر اروح للغابة او اقدر الماب ارسمه الحين. الحين هدفنا الثاني لازم ننزل بلايت تاون صح ذكرت شلون على ما اظن ماني متأكد. نشوف احنا الحين. اوه اصبر نروح الحين منطقتنا المنطقة السرية. تدري شلون؟ شوف تجي هنا بعد تجي هنا شوف شوف ذاك الايتم اللي بناخذه شلون تجي هنا وبموت انا. الحمد لله اني ما مت. راح نطلب هناك ونرجع ناخذ نقدر نرجع للسجن. أوه واو ما انتبهت لهذا الايتم هذا ابدا. او لا عرفت مين عرفت مين مين اللي قاعد يموت هنا. صدق والله مين قاعد يموت هنا؟ يعني خلف منطقة بداية مين اللي قاعد يهجمون؟ هل هم بي في بي قاعدين يتضاربون؟ أو أنهم قاعد يحاربوا ذا الفارس اللي هنا ونكبوا بقوة لأنه قوي؟ احنا الحين لازم ننزل بلايت تاون هذا هدف. بلايت معناته طاعون على فكرة. بلايت تاون معناته مدينة الطاعون. نجي كذا. ايش راح نسوي؟ لما نجي هنا راح نتشقلب وناخذ هذا الايتم. Undead Asylum. هذا السجن اللي كنا فيه. وشلون نبي نرجع؟ لازم نخلي الغراب هذا يشيل لنا. لاست سول توقعت انها تكون اكبر بس لاست سول ما مشينا. راح نقدر نخليه يشيل لنا ان نقدر نجي هناك بعدين بس انا بعدين بسويه. حاليا لو رحت هناك هذا انتحار انتحار صعبين اللي هناك. خلنا نرجع احنا الحين ونرجع لما اندري اوف اسطوره عشان لازم نكمل طريق من عنده. صح ذكرت شلون ارجع ذكرت الطريق الصح بس خلنا ناخذ ديتور خلنا ناخذ لفه يسار نروح للغابه. ليه؟ لانه ليه لا صح نقوي انفسنا للطريق اللي قدامنا. انا والله ودي اطفي الاونلاين عشان هذه شكلي بطفي الاونلاين انا ان رجعت. خل نروح اصبر نتورك سيتنجز restricted. طيب حط الباسورد حق عشان على الاقل اضمن ما اشوفهم انا. الحين طريق الصح المفروض لازم نرجع للجسر نفتح الباب اللي هناك وينزلنا.
نوصل لبلايت تاون ونستمر هناك نباري كويلاج. أنا قلت كويلاج كويلاج نباريه ونستمر عادي. أو نسيتك. ذكرني ده أيام دارك سوز وهم نزلت تشوف اللاعبين كل واحد يساعد الثاني. إيش كان اسمه؟ نسيت اسمك. سيغماير صح. اتحين منكم ما حد يفتح الباب ذا وانت منكم. Still closed. لازم شو نفتح الباب هذا لازم نرن الجرسين. الحين رنينا جرس باقينا بس جرس ثاني. هقدر استخدم الحين سيف تو هاندد فاقدر احط الدرع بيدي الثانية. بس وين المتعة صح؟ طقة. ليه؟ خل نسوي ريبير وخل نشتري أرمر سميث. طيب وهالحين هذا هو يعني تصميم الوحوش كل شيء رهيب باللعبة. أنا أحبه عشان كذا. أنا ما أحب دارك سولز 2 من ناحية الوحوش لأن كله باختصار واحد بدرع. ولا دارك سولز 2 مهب مرة شينة. مهب مرة شينة العكس والله. دارك سولز 2 كرهته أنا أول ما نزلت وفي أخطاء به أخطاء كثيرة. أنا ما أتكلم الحين على أساس إن دارك سولز 1 ماستر بيس ما في مثله. العكس به أخطاء والواحد لازم يتكلم عنه. عاد الحين صلحوا بالريماستر نفس مع اوكي زي ما كنت اتكلم يعني صلحوا الاخطاء اللي دارك سولز 1 زي مثلا ليش ما اقدر استخدم اكثر من ايتم بنفس الوقت وكم خطا كذا بسيط صلحوهم بالريماستر. الاخطاء اللي بدارك سولز اخطاء يعني عميقه يعني بعض الزعماء لان كل زعيم بدارك سولز 1 2 عفوا كل زعيم دارك سولز 2 باختصار انه واحد بدرع مهما كان شكله رهيب. يعني ما عندي مشكله اذا تجيب واحد اثنين منهم اوكي دارك سولز 1 سويت نفس الكلام ده بس لما كل زعيم كذا من مره. اشوف ال اوكي ضربني بذيل بعد يعني مو بالسلاح. هذا اقوى ديد بحليل لانه فوق بيجدع تايد نايت ابي افتك منه. بالطاقة او ضغط اثنين مربع نسيت اني قويته. يعني اللي ما يضربك السيف يضربك الذيل. أو تقريبس مت. استعجلت ضغط R1 استعجلت. أنا استعجلت لو أني متشقلب الثالثة كان يكون ضبط وضعي بس أنا استعجلت got too greedy صرت طماع مثل ما يقولون. ف هذه اللي انكبتني اكثر. هو يمدين عليه يمدين. انا قلت قاعدة دارك سولز وشي الجدار حديد بتضرب راسك فيه لما احدكم يطيح. يعجبني انه فوق ما عنده رجول
ما عنده راس ومع ذلك يمسح فيك بلاط. هشغل البان فاير تسبب دامج زين ولا لا؟ بان فاير الفاير بال دامج مهم بشين. انا احتي بس ما اطلع عندها جريت فاير بال. Got too greedy. شو ما ضربته. Yes. حلو Demon Tide Knight. نروح الحين ناخذ الفلوس اللي اخذناها منه نروح نصلحه، نروح نصلح سيفنا. على ما اذكر هذا ما يصير له ريسبون فاحسن وضعي سليم شوي. تراي رير ابغى اسوي ريبير. هنصلح الدرع بعد. يلا خروح بتاكد اقعد الحين اشوف هل هو بيقعد بيرجع ولا لا. بس انا اتوقع انه لا خبره ما يرجع. بس اذا ذاكرتي خابت خيبت ظني وهذا شيء يصير. ما رجع صح علي. بس بعدين يبدا يرجع بعدين يبدا يصير سخيف. ف هذه هي المشكله معه. وصلنا الغابة. يعجبني هدوء الغابة. بها احد الخواتم اللي ياهو مرة مفيد. حلو بربل موست هذا ابيه انا. هذه عجر بويزن نحتاجه ببلايت تاون. تدري شلون؟ استمر من هنا ولا اروح من هنا؟ خروح من هنا. لانه من فوق انه من هنا في طريق في طريق الزعيم. احتاجه هنا عشان بعد اروح اباري ذولاك الناس واخذ الخاتم. هذا خبر الحين اذا في احد داخل مع الجماعة اللي بالغابة ممكن يطبون علي بالجيم. هنا الباب هذا لو معك كريستوفر توريوس تقدر تفتحه وتقطع تسوي شورت كت على طول لقبره. وهذا هنا بانفاير. ايتم او صح خبره هاموت بون. لا بربل موست. بربل موست مره مفيده تحتاجه كله ببلايت تاون. صدقني تحتاجه. عشان لازم اتعود انا ان هالمسج هذه تطلع لي كل فتره وفتره. طق ثنتين هيومانيتي تسوي ريفرس. نسوي كندل. حلو. ليفل اب اندين. يب ليفل اب اندين. عطني
endurance. حلو خلنا نستمر. هي انا لو جيت من هناك راح اباري الهايدرا. في هنا فخ خبر شوف الحين بيطلعون لي. خلهم كذا يجونك خط مستقيم. ار2 كذا بلاد. هل تحتاج بلاد لاست؟ يلا خلنا نستمر. يجي من هذول اللي بالغابه يذكرني كثير بمتل جير 3 على قبل ما يكشفونك. صح على فكره تجي هنا شوفها في شيء بالشجره هذه. ركز شفت تتحرك. موته تعال من هنا. راح يجيك هذا موته. حلو جرين بلاسم ونفس الكلام في شجرة ثانية. شوف شلون تتحرك. خبروا انه هنا في طريق للخاتم ذاك. يب من هناك الخاتم. بس خبر في عملاق هنا الحين بنباريه. هذا هو. موته عنده هجمه زي السحر ميركل تخليك بطيء ما تقدر تشقلب ولا شيء. وهذا هو الخاتم وولف رينج. الولف رينج على ما اذكر انه يعطيك بويز. باختصار وش البويز؟ انك تبتل ثابت كذا. فانا بنحطه عشان يعطينا شويه بوست للبويز. يلا طبعا جاء اخوي يقول ذبحت اخوي وانا اقول شفت شلون انضربت بس ما قال اه ولا شيء زي كذا ثابت. ما انتم مسوين شيء. فهذا البويز يزود البويز اذا قويت ليفلك او لبست درع ثقيل. اراكم ان طلعتوا من الماء جيتوا عندي. قال هذا تبون تعطيني سولز؟ ما عندي مشكلة هنا. يلا الحين خلصنا من هالمنطقة هذه. ما في شيء ثاني نحتاجه. خلنا نرجع الحين نستمع طريقنا العادي حق الغابة. وين كان الطريق؟ خبر. يب من هنا. يلا. حلو نستمر. سالفة الشجرة هذه أنا ما دريت عنها إلا بعدين. بعدين. يعني تشوفها تقول أوه الشجرة ذي ما تدري بس لو لاحظت إلا هي تمشي تتحرك. تو صار جلتش شوي. شفت الحين ما أقدر أتشقلب وحركتي بطيئة. حلو؟ الله الماي هنا شويته غلط شكله. موت هذول اول. العمالقة ما عليك منهم العمالقة. لا تستخدم الار2 كثير على فكرة لانه يدمر السيف بسرعة. وهذا شيء مو طيب ابدا. شكرا لك يا وولف رينج.
تاخذ دامج بس اليت نايت تاخذ دامج بس انك يعني ما يمنع الحركه اللي تسويها ابعد عنه اللي يسويها هي هاي وخر عني تشوف بدي صرخ عليه كذا يب الحين ما اقدر اتشقلب انا طالما اني قريب لمه شفت الحين اقدر اتحرك زي الاوادم والناس حلو انا ما قادر البس الاليت نايت سيت لان البس راح اصير ثقيل راح اصير بيك فات راكت ما قعدت نايم اجل يعني الا لازم تقوم يعني حلو هيا يعني تحس كان جزء من الشجرة خبر ان هنا في عملاق ثاني بعد هذا هو بيرف رينج باتل الحين وصلنا الزعيم الفراشة ياب المونلايت باترفلاي هذه هي استخدم عليا سواء معك هذه او السهم استخدمه لان هجماتك كلها سحر لما هي بعدين نفسها تتقرب ونديك تهاجم بالسيف اذا بغيت زي كذا باي هذا هو خلنا سول اوف مون لايت هيومانيتي اللي نكبني باللعبة أول مرة يوم بديت ألعب صدق قبل ما أبدأ كل شيء لأني أنا كنت أعتمد على الدرع كثير فالحين شوف كذا محاول على تو هاندد ما أنا بعتمد على الدرع كثير أكثر أحيانا الشقلبة وكذا لأن الدرع يصدك كم هجمة معينة بس لا تعتمد عليه بكل شيء خصوصا إذا كان هجمات السحر هنا بلاك سميث قاعد حابس نعمر شوف شلون اخذنا الواتش بيسمنت الحين نقدر نروح نباري هافل واخذنا الديفاين امبر واخذنا هامورد بون كل هذه الاشياء ماسكها مع بعض الحين نقدر الحين نروح نباري هافل اذا بغينا وهذا يمكن اسويه هنا لان اذا هزمناه راح ناخذ احسن سلاح خلينا نقرا سبيشال هذه سول اوف ميستريس بون لايت بانرفلاي which filter in the dark rot garden special beings have special souls the butterfly soul is creation of seeth the scaleless التنين ذاك اللي بدون حراشف يلا الحين نبي نستخدم هومورد بون ونرجع شخص الحين افكر اطور نطور 1 2 3 4 حلو عطني ممتاز يلا راح اوقف مقطع الحين شباب يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده ان شاء الله رجعنا راح نكمل طريقنا لورا الباب وندخل جماعه ذراك حق الغابه كان معك اخوك عبد السلام ومع السلامه